جزر بريطانية على أراضي أمريكا الجنوبية تتحدث لغة إنجليزية. أهلا بكم في غيانا. غيانا البريطانية دولة في أمريكا الجنوبية وعاصمتها جورج تاون. غيانا بالضبط تطل على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي. غيانا دولة صغيرة جدا يا جماعة. عدد سكان غيانا 1 مليون، تخيل 1 مليون. العملة الرسمية في غيانا هو الدولار الغياني. اللغة الرسمية داخل دولة غيانا هي اللغة الإنجليزية، ولكن توجد اللغة الهندية والصينية والبرتغالية كلغات أخرى، ولكن الإنجليزية هي اللغة الأم. الديانة في غيانا هي المسيحية، ويوجد بعض المسلمين في دولة غيانا. غيانا يا جماعة فيها 200 مسجد، ويوجد بها جالية مسلمة كبيرة جدا، حيث توجد في غيانا الجمعية الإسلامية اسمها جمعية صدرة نجمان، وتوجد أيضا جمعية الإحسان، ويوجد المركز الإسلامي. المسلمين في غيانا حوالي 18% جماعة، يعني 180 ألف نسمة من جملة سكان غيانا 1 مليون. بس المسلمين عامة والجالية الإسلامية موجودين في العاصمة جورج تاون وضواحيها، وبرضو في مسلمين موجودين في ضواحي الأرياف بتاعت جورج تاون، أنتر برازا وباريكي وديرميرار وكنبرتون وبربلالية. دي كلها مناطق في غيانا يا جماعة. دولة غيانا تحدها من الشرق سورينام، وتحدها من الجنوب والغرب البرازيل. يعني البرازيل حرف إيه كده على غيانا يا جماعة، وهي قريبة جدا من البرازيل. يعني لو قلت لك ان في جسر صغير كده حوالي 300 متر بيفصل البرازيل عن غيانا، وفي ناس بتخش غيانا من البرازيل. اما من الجهة الغرب تحدها فنزويلا، ومن الشمال المحيط الاطلسي. مين اللي بيسكن في غيانا يا جماعة؟ مجموعة من الهنود والباكستان والافارقة وهنود امريكا، ماشي، وبرضو بعض الصينيين والأوروبيين. عشان كده اللغة الهندية والصينية والبرتغالية موجودة داخل دولة غيانا. يبقى نرجع للموضوع الأهم. غيانا دولة في أمريكا الجنوبية وبتتكلم لغة إنجليزية. طب إزاي؟ زي جزر فوكلاند، فاكرين فيديو جزر فوكلاند؟ جزر فوكلاند موجودة في أمريكا الجنوبية 480 كيلومتر من حدود الأرجنتين، وبتكلم إنجليزي. غيانا أيضا قريبة جدا من البرازيل، وموجودة داخل أمريكا الجنوبية، وبتتكلم لغة إنجليزية، لغة الأم في دولة غيانا. لأن غيانا كانت محتلة احتلال بريطاني، وغيانا دولة ذات سيادة تطل على الساحل الشمالي في أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي. علشان كده كانت محتلة من بريطانيا، لأن فيها ثروات وخيرات يعني لا حدود لها. ولكن غيانا استقلت من بريطانيا يا جماعة سنة 1966، وأصبحت جمهورية غيانا في 23 فبراير 1970. في سنة 1970 أصبحت غيانا جمهورية ودولة مستقلة، وعاصمتها جورج تاون. بما أن غيانا تطل على البحر الكاريبي، فإن السياحة هو مصدر دخل رئيسي للبلاد، ثم يليه الزراعة والصناعة، حيث تتم زراعة الموز وجوز الهند، وبرضو صناعة الألمونيوم. خلاصة القول، غيانا دولة صغيرة يا جماعة، عدد سكانها 1 مليون، تخيل 1 مليون. يعني أقول لك قد إيه؟ يعني قد شارع الهرم كده في مصر.
دولة صغيرة جدا ولكن دولة سياحية، دولة سياحية من الدرجة الأولى، ولكن في الأونة الأخيرة تدفق بعض العرب إلى جزيرة غيانا، اللي دخل من البرازيل واللي دخل من سورينام واللي دخل من فنزويلا. موجود يا جماعة، موجود هنود وباكستان وأفارقة، أكتر جالية موجودة في غيانا من أفريقيا بكثرة، وانتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما يعرفنيش، أنا علاء الدسوقي، مصر عايش في أمريكا الجنوبية، اشتركوا في القناة، ألف العالم مع بعض.